نعمل انترفيو مع أسيل عمران من حوالي 10 ايام، قالت ان في فيلم، قلت لها التفاصيل قالت لي اسال تامر. فطبعا أسيل فنانه موهوبه جدا جدا، وان شاء الله في عمل سينمائي بس لسه بنحضره باذن الله قريب. يمكن من اكتر الفنانين اللي غنوا في السعوديه في الحفلات، ولسه هنشوفك كمان في السعوديه. شعورك ايه وانت بتغني هناك في السعوديه، والانفتاح اللي حصل في السعوديه الفتره؟ طبعا انا فخور ان كانت اول حفله يمكن تحصل مختلطه، كنت انا اللي بحيي الحفله دي. حدث طبعا بالنسبه لي ان اول حفله يحييها تامر، ففيها علاقه بيني وبين الجمهور السعودي من زمان، من اول ما طلعت في علاقه حب كبيره جدا، انا كمان بحبهم جدا يعلم ربنا، واتشرفت طبعا بالتواجد ده، وان شاء الله مكملين. حوالي 7 سنين زواج مع بسمة بوسيل ما شاء الله، زواج ناجح، والفنانين مش سهل يكون الزواج بالنسبه لهم ناجح. تديني بسرعه انت ايه خلطه؟ والله هو الحب رقم واحد، والإخلاص، وطول ما الواحد عنده نية إنه يعمل أسرة كريمة ربنا بيكرمه وبيحقق له الحلم اللي بيحلم بيه. غنيت بطلة العالم في النكد، لو هتدي بطولة عالم لبسمة بوسيل تديها بطلة العالم في الدعم، هي دايما بتدعم. انا ولا عارف انا مالي ولا